يعني ست متزوجة بقالي حوالي 16 سنة، وربنا رزقني براجل كبير في السن. فالمهم عندنا حتة أرض، فأنا اللي بقوم بزراعتها بكل ما يخطر في بالك. فالولاد لما كبروا عاد بيستعيبوني ويقولوا لي كده عيب وما تعمليش كده وما يصحش منك. طب إحنا دي مصدر رزقنا وأنا قادرة، فهل هو فعلا معناه دي معناه إن أنا ست مسترجلة أو ست مش عايشة الحياة الطبيعية، ولا دي حرام ولا حلال إن أنا بقوم بشغل بيتي مش مكملاه من كله، وهم في أحسن المراكز يعني هم اللي في الثانوي واللي في أعلى من كده، بس أنا بقوم بشغل الأرض كله من مواشي الزراعة الجلع كله. طب أم محمد بعد إذن حضرتك، هم اعتراضهم على إيه؟ على المظهر على إيه؟ العام؟ إن أنا بسرح وبروح ومش عايزيني، هم طبعا في الثانوي وفي كليات إن هي دي حاجة بتحرجهم. طب يا ستي انت ابوك كبير ومش قادر يشتغل، وانا ربنا عطيني الصحه ومعوض، ايه العيبه في كده؟ يقولوا لا كده ما بيعملش كده الا الرجاله، انت كده حطنا في موقف وحش قدام زمايلنا وقدام جيراننا. هما واخدينها من منطلق ده مش من منطلق ان الست بتشتغل فحرام. ان دي عيب، والناس كده بتتكلم علينا وانت حطيتنا في موقف احنا مش عايزينه. طب يا بنتي احنا معناش ان احنا نجيب نفر يقوم بالحاجات دي، وانا بوفر اجرته مثلا عشان مصاريفكم وعشان حالنا. تمام. فهل دي معناها ان انا ست مش كويسه او كده بنبني يعني؟ ده احنا هنرد على حضرتك، الشيخ محمد هيرد على حضرتك يا ام محمد. سؤالها الاولاني فكره انها بتشتغل زي ما حضرتك سمعت السؤال، من الوادي الجديد، ام محمد من الوادي الجديد، بتشتغل في الارض، وهي عشان زوجها كبير وهي اللي بتصرف على اولادها، فلما كبروا هم متضايقين من المظهر ده، فهي بتقول هل انا عليا وزر؟ اولا هذه اليد ينبغي ان نقبلها جميعا. هي امرأة تعاني من أجل أولادها، وإذا كانت النخوة من الأولاد تدعوهم إلى أن يغاروا على والدتهم، فمن الأولى أن يعملوا بأيديهم وأن يريحوها، فهو لون من ألوان البر. أما أن يلوموها على أنها تنفق على هذا البيت الذي كبر فيه زوجها ولم يستطع القيام بالعمل، فهي بالعكس، فهي من النساء التي ينبغي أن نشرف بهن وأن نتخذهن قدوة لنسائنا جميعا، ولا سيما أن يكرموا ويكون أمثال هؤلاء هن الأمهات المثاليات التي ينبغي أن يحتذى بهن في دنيا الناس. هي فكرة يا شيخ محمد أن إحنا حاجة في نفوسنا جميعا، فكرة المظاهر، ان احنا نبقى فارق معانا الشكل ايه، وتلاقي ناس كتير بتتحرج من حاجات هي مش شرط انها تبقى ضد الشرع، لكن بيتحرج منها الاحساس بالاحراج ده، ده حكمه ايه؟ ولا علاقة له بالدين. لا علاقة ان افعل الفعل الذي يرضي رب العالمين. الناس لن يرضيها شيء ولن يرضيها العجب كما نقول. خلاص انا بعمل، انا محتاجة اشتغل ولا مدي ايدي، اتعب ولا مدي ايدي، اخاف من شكلي قدام الناس ولا 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 اعمل. وهذه اليد الخشنة التي اخشنت في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي العمل لها عند الله الاجر والجزاء، خاصة انها بتقول ما تقدرش تجيب حد يشتغل بدلها. طبعا فربنا يبارك لها يا رب ويرضينا، هي خافت يكون عليها وزر الناس اللي بتشتغل. بالعكس، فزي ما حضرتك وضحت سؤالها، نرفع لها القبعة كما يقول. والله ربنا يكتر من امثالها كلام، والله حقيقي.